السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. هذا الفيديو هذا بغيت نتقاسم معكم فيه حلويات اللي شكلها راقي وسهل في نفس الوقت. لذلك بغيت نتقاسم معكم ثلاثة ديال الأشكال مغيرة تماما، لا من حيث المذاق ولا من حيث يعني الشكل. اللي صراحة هاد البلاطو هذا اللي حضرت كنت غادي نحضره معاكم في العيد، ولكن ما كتبش انني نحطه في هذاك الوقت، فبغيت صراحة ضروري نتقاسمه معاكم. راكم عارفين ان شاء الله المناسبات وان شاء الله الحفلات قرابين وترجع الامياه المجارية، فلهذا غادي نتقاسم معاكم هاد ثلاثة تشكيلات. وغادي نبداو بالشكل الاول اللي هو عندي هنايا نص كيلو اولا الكمية اللي بغيتو ديال الفول السوداني اللي هو كاوكاو، حمرته فقط في الفرن وطحنته مزيان حتى ولا ليا بودر. عندي هنايا ربعة ديال الشوفان كيف ما شفتوا، اي نوع من الشوفان حمرته حتى هو فوق النار وخليته حتى على ما تقرمل حتى تقرمل. هنا عندي نسلي كراميل اللي صراحة هاد المكونات بثلاثة كيعطي واحد المذاق رائع، ومذاق اخر راه اللي ذاقو ما كيعرفش بانه محضر بهاد ثلاثه المكونات. فلهذا بغيت نتقاسمها معاكم صراحه، شي حاجه اللي سهله وما كتشدش اليد وفوق توجيز انه يتحضر. هنا طريقه العمل اللي هي سهله جدا، خديت غير الفول السوداني مع الشوفان وغادي نعجنو مزيان بالنسلي كراميل. غادي نخلط مزيان حتى نسجموا ليا المكونات كاملين، وغادي ندوزو للمرحلة الموالية. هنا فاش يعني وجدت ليا العقده ديالتي غادي نخليها، وغادي ندوز للشوكولا او الشوكولاته البيضاء. غادي نضيف ليها الملون الازرق على حسب الرغبه اين لون بغيتو. كذلك غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا الشكلاط مع هذاك الملون، وغادي ندير الطبقه الاولى في هذا المول السيليكون اللي اختاريت انا. يمكن لكم تستعملوا اي مول سيليكون، فقط هكا كيجي زويون وباين بحال دايرين يعني الزليجه، ما كتعرفوا الحلوه ديال الزليجه فهي تماما بحالها، فقط المكونات كتختلف على اخرى. هنا ما غادي ندير يعني نعمر هذاك السيليكون كامل بالشوكولا، وغادي ندخلها المجمد. هنا من بعد ما دخلتها المجمد عفوا، غادي نضيف ليها من الفوق هاد الحشوه اللي صراحه كتجي غزاله، راه اللي ذاقها ما كيعرفش انها محضره بهاد المكونات. صراحه راه ماشي زعما كانت باها اولا شي حاجه، بالعكس فهو المذاقات تختلف، فكنتمنى انكم تجربوها، راه سهله 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 بزاف كيف ما شفتوا. غادي نحاول انني نبسطها بهذا الشكل، غير هو ما تكونش يعني في المول ما تكونش حتى للفوق باش تخليو الشكلاط الطبقه الثانيه ديال الشكلاط تكون مقاده ويجيكم داكشي هو هذاك، ما يجيش يعني مجخمر كي كنقولوا. صافي غادي نكمل وغادي ندوزو للشكل الثاني اللي هما حلويات ديال اللوز. حلويات اللوز اشنو عندي؟ عندي هنايا العقده ديال اللوز، وعندي كذلك السمسم الابيض او الزنجلان الابيض اللي هو متوفر في جميع المحلات، وعندي ابيض بيضة. هادو هما المكونات اللي عندي. صافي غادي ناخد المول ديال السيليكون كيف ما شفتو انني سبق ليا وعمرته. غادي ناخد كويرة ديال العقدة ديال اللوز، وغادي نغطسها في هذاك الابيض البيض، وغنغطسها كذلك في الزنجلان الابيض باش يعني يشد ليا راسو مزيان وما يتنفخش في الفرن. داكشي علاش كندير بيض البيض مع هاد العقده، وما كتلصقش صراحه
باش كيسهل نيشان يعني دغيا سهل عليك انك ترفديها من هذاك المول صافي. وغادي ندخلها حتى هي الفرن غير على ما تشبر راسها حتى هي وتاخذ اللون ديالها وغادي نخرجها صافي. يعني طريقة التزيين كتبقى يعني على حسب الرغبة ديالكم. فصراحة كتجي غزالة غزالة يعني بالمول ديال السيليكون كتجي أسهل ويعني في وقت وجيز كذلك أنها كتحضر دغيا. يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة راكم عارفين المناسبات كيبغيو بزاف ديال التفكير وبزاف. فأنا بغيت نتقاسمها معكم اللي هي صراحة سهلة سهلة بزاف من الحلويات السهلة جدا. وهنايا غادي ندوزو للشكل الثالث والاخير كذلك نفس الشكل. هنايا عندي العقدة ديال اللوز كذلك غادي نحربلها ناخد كمية غادي نحربلها عفوا وغادي ندهنها بابيض البيض وكذلك غادي نديرها في السمسم يعني شكل مختلف وزوين حتى في يعني في العمارة ديالتها فاش غادي نبغي نعمرها فغادي تختلف تماما على باقي يعني الحلويات اللي عارفين نتوما. فخليكم معايا وغادي تعرفوا باش غادي نعمر هذه وكيفاش غتجي في المذاق. من بعد هنا ما دهنتها بابيض البيض غادي نمرمدها مزيان في السمسم الابيض وغادي ناخذ واحد لاكورن اولا يعني ملعقه اللي بغيتو نتوما اللي متوفر عندكم اولا موس وغادي ندير واحد الخط في الوسط كيف ما كتشوفوا باش يسهل عليا انني ندير واحد الحفره في وسط العجين كيف ما شفتوا. سهله 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 بزاف بزاف. كنتمنى انني نكون يعني فدتكم ولو بالقليل ان شاء الله. وخليوا لي تعاليقكم المحفزة اللي صراحة كنشكركم واحد واحد على التعاليق ديالكم زوينة. الله يكبر بكم والله يحفظكم ليا وان شاء الله لمتنا ويعني والعائلة ديالنا كاملة تكبر ان شاء الله من هنا لقدام. صافي حتى هي كذلك هو مثال غادي نحطها في صينية الفرن وغادي ندخلها الفران. بالنسبة للعمارة اللي غادي ندير في الوسط غادي ندير بودرة اللوز مع الكوك كمية ديال الكوك مع ملون اخضر او لاغوم ديال البيستاش مع العسل هادو كنخلطهم مزيان كيف ما شفتوا في الزلافة كنضيف العسل وكنخلطهم وكنديرهم هما اللي في الوسط في الوسط ديال عفوا ديال الوسط ديال هذا ديال الحشو هذا ديال العقدة اللي عندي او ديال الحلوة اللي عندي صافي. وكنزينها باللي بغيت صراحه كيجي واحد المذاق رائع رائع البنات. كنتمنى انكم تجربوا هذه الحلويات اللي تقاسمتها معكم. وبالنسبه للتقطاع فراه كيبقى لكم لو شوا ديالكم يمكن لكم تقطعوه على هذا الشكل كيف ما هو متداول اولا تقطعوه بشكل مربع كيجي غزال حتى هو وعاطي في المنظر. فهادو هما الحلويات اللي تقسمتها معكم كنتمنى تعجبوكم ان شاء الله. وما تنساوش تعاليقكم وتحفيزاتكم دائما هي اللي كتخليني انني نبقى نعطي كل ما هو جديد وكل ما هو سهل. فغادي نقول لكم وصلت لنهايه الفيديو كيف شفتوا هذا هو البلاطو اللي حضرت وكنتمنى يعجبكم. وغادي نقول لكم شكرا بزاف 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 على خطيكم عليا والى فيديو قادم ان شاء الله. هاد الشكيلات اللي كاينين غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف يعني غريبه البهله او لا غريبه ديال كاوكاو او لا صابلي فان شاء الله غتلقاوهم في صندوق الوصف. وغادي نقول لكم الى اللقاء.